انا صار لي 14 سنه بهاي هم اكثر. والله هي حاله انسانيه خطيه. المريض احنا نشوف الناس يعني نبات احنا نحتاج دم قبل وهذا، ونشوف صعبه يعني هي مو صعبه صعبه بس صعبه على اهل المريض. فاحنا شلون نخفف من اهل المريض شويه نساعدهم، بيش نساعدهم بيك شغلات بالدم. فانا صار لي تقريبا 14 سنه بهذا المسلك يعني، والحمد لله والشكر ما نقدر نعوف. هسه ابني والحمد لله والشكر يعني هسه مثلي، اي فضل الله. اي واحد يخابرنا بتالي ليل بالليل يعني باي وقت احنا موجودين، كل الاصناف موجوده عندنا بسلامه الشباب اللي هي جاي تتبرع يمنا. اي نعم، يعني الفخر يرجع للشباب اللي هم جاي يتبرعون يمنا. هسه عندي فوق ال 500 صار هسه حاليا. اي والحمد لله احنا موجودين باي ساعه. يخابروني خطيه ابو مطلق سجلني يمك، نوبات الناس بيهم ما يسجلون، قال لك انا هاي شغله تعبانه او شيء وما لي خلقه مو فاضيه، فمن يحتاجوها ويخابروني بنفس اليوم بنفس اليوم يقول لك انا خابرني انا واخوتي وهذا رقمي ورقم اخوتي. يشوف الشغله شيء ناجح يعني بالليل من يخابر الصبح الظهر من يريد دم انا اوقف له، في مثل اللي يستحي يقول لك انا هذا واقف لي ما مسجل يمانا، خلي اسجل يمانا. ففضل الله سبحانه وتعالى هذا الدفتر هذا كلهم يعني اكثرية اغلبيتهم كلهم من هيت يعني قريبين، لان بس ساعه نخابرهم يجونا. انا ابويا كان عنده دفتر صغير الله يرحمه، عنده كم يعني كم صنف. ايه وفضل الله سبحانه وتعالى انا هذا وهسه مطلق هو ان شاء الله ورايا بسلامه، هو هسه جاي يشتغل. يعني ابوات انا خليه جهز اتعمد اخليه يقول جهز ما نخابرك، اخلي هذا التليفون يمي التليفون يمي مطلق هاي الكبير وخلي السجل يمه، لان انا بنطلع انا ما اقدر اطلع اذا مو سجل وياي. احنا نبوات يعني اروح انا هناك بسبه قله البطاله اللي عندنا، البطاله الفارغه اقصد لك مو المتبرعين الدم. فاحنا نبوات ما نخلي بالثلاجه مثل اربع خمس بطاله، نقدر نجهز نبوات نجهز بس نقدر نجهز بس شنو على مود البطاله، على مود يعني ما نحتاج بطاله او تنقص عندنا بطاله، يعني عندنا شيء نقص بالبطاله والله، ولا اصناف كلها موجوده. يخابرونا نتصل بيهم انا اخابرهم، يعني الكادر الطبي كله يعني حيل حيل زين. السلام عليكم، شلونك ابو مطلق؟ شلون؟ وياك ناس محمد مصرف مستشفى هيت. حياك الله. ابو مطلق بلغ عليك، محتاجين بطل دم اي زار، عندنا مريضه بالعمليات ومحتاجين دم فريش. اي والله خمس دقائق. جزاك الله خير، اقول لك ممنون، رحم الله والديك. احنا بكثير حالات انسانيه تصير، حالات محتاجين دم عمليات طارئه او متبرعين من اصناف دم نادره، دائما نستعين بالسيد ابو مطلق. هو صراحه الولد هنا معروف بين الكادر الطبي، دائما اول شخص ممكن واحد من يحتاج دم يتصل به، لان هو ماخذ من وقته وجهده، متبرع يعني عنده صلات تواصل مع المواطنين هين مع الناس العاديين من هيت، فيوفر اشخاص متبرعين للحالات الانسانيه اللي محتاجها احنا داخل المختبر او صاله العمليات او اي حادث يصير داخل المستشفى. هو اول شخص ممكن الناس كلها تتصل به ويوفر هذه الاصناف من الدم. هو محتفظ بقاعده بيانات بارقام هواتف اشخاص متبرعين كثير عنده، فاحنا شو وقت ما نحتاج رقم تليفونه هو موجود مع الكادر الخفر مع الكادر الطبي الموجود بمصرف الدم، شو وقت ما يحتاجون يتصلون بي. يعني احنا المريض من يجي احنا والخزين قليل قد يكون بمصرف الدم، مباشرة يتصلون بأبو مطلق يوفر لهم شخص متبرع بأي أصناف دم مختلفة حتى الأصناف الدم النادرة. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك ابو قاسم، شو اخبارك اخي؟ الحمد لله
انت موجود حيو الله يسلمك، انت موجود بهيت؟ نعم موجود يسلمك. والله محتاجين بي زائد اذا بيها مجال، انت مسجل يمنا بيها نجي ناخذك بيها مجال اذا عندك فراغ. عمر خير. بارك الله بك. انت وين هسه بالضبط؟ والله بالبيت جاي اتريق. يلا هسه يان جايك ان شاء الله خمس دقائق واجيك بالطاطوره. على راسي. تسلم، جزاك الله الف خير، بارك الله بك، الله يحفظك. هو معروف يعني من اب وجد بهيت، الى الرجال خوش رجال وسمعته طيبه بالمدينه حيل، ويحبوه اهل المدينه كلهم. انا خابرته بالسبعة الصبح، هسه راح اخذ متبرع وخلف الله عليه، وهسه خابرنا وراح نروح للمستشفى. نعم. اي فصيله دم موجوده مو موجوده تلاقيها عنده، يخابر لك وياخذه ويروح. وهسه احنا يعني يمه الدفتر اسامينا ورقم التليفون يمه، مو بس انا، ولد اخوتي واخوتي كلهم موجودين. وهسه راح اخذ المتبرع واطلع المستشفى ان شاء الله. يساعد الفقراء، يساعد يعني الواحد اللي يحتاج دم، اي شيء كان، بس يخابروا من المستشفى يروح عليهم هو، يطلع من هنا يطلع عليهم. بالستوته مالته واسطه النقل، يعني ما عنده لا سياره لا شيء، هي هاي المشكله مالته. شيكار يعني اهم شيء سؤال اللي